حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام حدثنا معمر عن الزهري عن عروه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ارايت اشياء كنت اتحنث بها في الجاهليه من صدقه او عتاقه وصله رحم فهل فيها من اجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف من خير